النهاردة عملت لكم وصفة كده سريعة باستخدام بذور الشبت. بذور الشبت دي أقوى مادة للتحكم في مستويات السكر والإنسولين في الدم، فبالتالي سكرك مش هيعلى والتراكم هيتظبط. طب تيجي أقول لك إزاي، وأقول لك حاجة كمان، بتظبط الكلى وبتظبط ضغط الدم. ده كده أنت شوقتيني للفيديو، تعالي وأنا أقول لك إزاي تستخدميها وتعملي الكوباية ديت عشان تستخدميها. النهاردة معانا وصفة قوية جدا، وصفة من مكونين أحلى من بعض. بيعملوا إيه؟ بينظموا السكر التراكمي وبيعالجوا مشكلة كبيرة قوي عند ناس كتير، إن هما بيظبطوا نسبة الإنسولين اللي موجودة في الدم. زي ما أنتوا سمعتوا كده، ياريت كده بس. ده بيخشوا فوائد تانية كتير، اللي هي إيه؟ اللي هي تنظيم مستوى ضغط الدم، وكمان بيحافظوا على الكليتين. يا نهار ابيض، كل الخصائص دي في مكونين دول. مش هطول عليكم، هعرفكم هما ايه وازاي تقدروا تستفيدوا بيهم على قد ما تقدروا. طب ايه بقى هما المكونين اللي معانا دول؟ اول حاجه واول مكون معانا، اول مكون معانا هيكون ايه؟ هيكون بذور الشبت. زي ما انتم شايفين دي بذور الشبت. تاني مكون معانا هو ورق الزيتون. الاتنين احلى من بعض في تنظيم مستويات السكر في الدم. طيب ايه هما، طيب ازاي نستخدمهم وليه هما الاتنين اقوية في تنظيم مستويات السكر التراكمي وعلاج مشاكل السكر عموما؟ هقولك. اول حاجة هنخش بس نتكلم ندردش كلمتين عن فوائد كل واحد. ورق الزيتون ده محدش يقدر اتكلم عليه بالنسبة لفوائده. فوائده كتير جدا جدا لمريض السكري. اهم اكتر حاجة فيها هي مفيدة جدا لمريض السكري نوع التاني. طب ليه نوع التاني؟ لانها بتنظم نسبة السكر في الدم، وكمان بتظبط الانسولين. بمعنى سكرك عالي مرة واحدة، تلاقي ورق الزيتون ده بسرعة طلع انسولين من البنكرياس عشان يتحكم في السكر العالي قوي في الدم ده. تاني حاجة، بتنظم البنكرياس على افراز الانسولين بكميات محدودة. بتعالج الالتهابات. ورق الزيتون طبعا انتوا عارفين زيت الزيتون بتاعه، زيت الزيتون بتاعه ده لو دهنتيه على اي التهابات في جسمك بتقلل الالتهابات، وبيعالج بيجدد خلايا الدم وبيعالج الانيميا. مهم جدا في المعادن اللي بيحتاجها مريض السكري. مهم جدا برضو لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي. ده حاجة بسيطة اتكلمناها عن ورق الزيتون. نخش بقى عن بذور الشبت. بذور الشبت دي كنز المريض السكري. بذور الشبت دي تجيبها من عند اي عطار تقولي له انا محتاجة بذور شبت. في عشبة الشبت، هي عشبة قوية جدا للتحكم في مستوى السكر في الدم. نفس اللي بتعمله ورق الزيتون هي بتعمله، بس هي دي اجمل بكتير كمان من ورق الزيتون في حاجة، ان هي الحاجة اللي لو حصل زيادة في الانسولين بتنظمه، لو حصل زيادة في السكر بتنظمه، بس بطريقة احسن من ورق الزيتون. الشبت حاجة مهمة فيه ان هو قوي جدا في علاج الجهاز الكلى، بيوطي ضغط الدم، مضر جدا للبول. عشان كده في ناس بس بياخدوه عشان ينظم لهم ضغط الدم، وما كانوش يعرفوا ان هو بيظبط السكر كمان. حاجه تانية وحاجه اكيده، ان بذور الشبت اللي معانا دي النهارده بتقوي الاعصاب، بتعالج من مشاكل الاعصاب الطرفيه، بتعالج الالتهابات. بس ممنوعه للحوامل. ليه ممنوعه للحوامل ورق الشبت اللي معانا ده؟ لان الشبت ده مثبت ان هو بيزود نزول الدورة الشهرية. لو حد حامل او ست حامل خدته ممكن يعمل لها اجهاض، فعشان كده ممنوع ورق الشبت للستات الحوامل. الشبت بيوطي السكر بسرعة، فعشان كده لو سكرك عالي خلي بالك قوي وانت بتاخدي بذور الشبت دي. يبقى بذور الشبت تاخديها باحتياط، يعني اللي انا هقولك عليه تمشي عليه عشان ما يحصلش مشاكل. يبقى كده حلينا مشكلة ضغط، حلينا مشكلة سكر، حلينا تنظيف الكليتين. دي حاجة مهمة جدا، وخصوصا فصل الصيف بقى بيبتدي اكل بقى للمانجا، اكل الحوادي، الحاجات دي بتجيب بقى صديد، تجيب مشاكل بقى تكوين حصوات وغيره. فانت عن غنى بالحاجات دي، لا هاتي بذور الشبت.
جينا لنقطة حلوة قوي اللي هي طب استخدمهم ازاي. انا عرفت دلوقتي الاتنين اهميتهم لمريض السكر، بينظموا السكر في الدم وبيعالجوا حاجات كتير جدا. طب استخدمهم ازاي؟ اول حاجة هنحتاجها، هنحتاج كوب مية زي ما انتم شايفين كوباية، هنبتدي نغلي فيها كل ورق الزيتون. هنجيب اوراق الزيتون نكون غسلينها كويس، نجيب قد معلقه كده منها بالعيدان دي، لا نجيب الورق ونضيفه، انزل عليها بمعلقه بميه سخنه وبعدين اعمل ايه، انزل عليها بمعلقه من الشبت تمام، واقلبهم كويس واسيب كل المكونات دي كلهم في قلب بعض كده لمده ساعه، لمده ساعه حتى اللون بتاعها اتغير بسرعه، هو اللون بيتغير بسرعه فعلا. اعمل ايه بقى، اغطيهم كويس، وبعد ما اغطيهم اسيبهم مده ساعه. بعد الساعه دي هتلاقي الدنيا اتظبطت عندك خالص. بعد الساعه اشيل بقى الكوب اللي معايا ده، اشيله واصفي ورق الزيتون ببذور الشبت عشان اقدر استفيد بيهم. طيب اخدهم امتى، احلى وقت ليهم امتى؟ احلى وقت ليهم بعد الفطار وبعد العشاء. بعد الفطار بنص ساعة وبعد العشاء هم كوبايتين بس في اليوم منها هيظبط لك الدنيا خالص تمام، كوبايتين بس هتلاقي دنيتك اتظبطت وما بقاش فيه مشاكل باستخدام ايه، ورق زيتون وبذور شبت. على فكرة يا جماعة الوصفات دي كلها وصفات مستعملة وبتجيب نتيجة، وناس كتير قوي قوي عايشين عليه، بس الفكرة انك تتابع سكرك التراكمي، حصل مثلا نظرك قل تتابعيه وغيره. كل 6 شهور مثلا روحي اطمني على نفسك، تعملي سكر تراكمي، تشيك على العين، تفحصي عينك كعين، تعملي رسم قلب ايكو على القلب تطمني صوره الدم كامله، تشوفي الانيميا وغيره. بالنسبه للوصفات دي هتكون مفيده معاكي وحاجات طبيعيه خالص، بدل ما تشربي قهوه وشاي وحاجات من دي لا اشربي حاجات طبيعيه. في نهايه الفيديو احب اقول لكم ان الوصفات ديت ان شاء الله هتجيب نتيجه. احب بقى اشكركم جدا، والناس اللي مش متابعينا يا ريت يتابعونا عشان كل جديد يستفيدوا بيه. بشكركم جدا في نهاية الفيديو، شكرا جدا جدا لكم. ده كانت ورقة زيتون اهو زي ما انتم شايفين، لو ليه اسامي في اي دولة تانية تكتبونا يا ريت. وده كان بذور الشبت، وده الكوب اللي معانا. شكرا جدا لكم. بشكركم جدا في نهاية الفيديو، شكرا جدا جدا لكم. ده كانت ورقة زيتون اهو زي ما انتم شايفين، لو ليه اسامي في اي دولة تانية تكتبونا يا ريت. وده كان بذور الشبت، وده الكوب اللي معانا. شكرا جدا لكم.